مشاهدي قناة عقارة يونس خالف الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومنتوج جديد، منتوج جميل ومتميز والموقع ديالو استراتيجي إن شاء الله. شقة رائعة أعزائي المشاهدين، غادي نشاركوها معكم اليوم. كتواجد في مدينة تمارة، أو بالضبط كتواجد في حي الوفاق إقامة النسيم. كيف ما كتشاهدوا معنا، حنا الآن رانا كنتواجدوا في قلب الإقامة باش نشارك معكم التفاصيل كلها اللي يمكن لكم أنكم تسألوا عليها. هذا أعزائنا المشاهدين والمشاهدات هو الوسط ديال هذه الإقامة هذه الجميلة اللي نقيقية كيف ما كتشوفوا معنا، اللي غادي نشارك معكم أحد الشقق اللي كاينة في هذه الإقامة هذه، إقامة النسيم قرب إقامة ما شاء الله خمسة، قرب بطبيعة الحال قريبة من البحر. والموقع ديال هذه الإقامة ولا الموقع ديال حي الوفاق راه الموقع اللي زوين ومتميز، وهذه الإقامة راها قريبة لجميع المرافق اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو. بقاو معنا أعزائنا المشاهدين، غادي ندخلوا إن شاء الله للشقة ونعطيكم التفاصيل بطبيعة الحال اللي يمكن لكم أنكم تسألوا عليها. حفظكم الله، قوم على ما تشوفين. غادي ندخلوا الشقة ونعاودوا نتلاقوا. هذه هي الشقة أعزائنا المشاهدين والمشاهدات الأوفياء اللي حبينا أننا نشاركها معكم في هذا الفيديو. هذا شقة متميزة وجميلة والمساحة متوسطة والموقع استراتيجي. الموقع كيف ما قلنا راه كيهضر على راسه، حي الوفاق من أرقى الأحياء اللي كاين في مدينة تمارة، موقع استراتيجي بحكم القرب ديالو لجميع المرافق اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو. شقة متميزة، طابق راه كتواجد في الطابق الاول. ان شاء الله غادي نتساروا في هذا الموقع هذا وفي هذه الشقه هذه ونعطيكم عليها معلومات بطبيعه الحال اللي يمكن لكم انكم تسالوا عليها. هذا هو المدخل الرئيسي اللي دخلنا منه كيف ما غتشوفوا معنا اعزائنا المشاهدين. هذا هو المدخل الرئيسي اللي دخلنا منه. مع الدخله كنلقاو هذا السيجور هذا، هذه الكليسه هذه، وفي القبال ديالنا كنلقاو هذا الصالون هذا اللي كيجا بهذه الكيفيه هذه. عندنا راه عندنا جوج ديال الشراجمات، التهويه راه متوفره، وعندنا الشميشه ديال الصباح. عندنا الاطلاله ديال الشراجم راه كيطلو على الوسط ديال الاقامه، اقامه نسيم، الاقامه اللي معروفه والاقامه اللي قريبه كيف ما قلت لكم جمع المرافق اللي يمكن الانسان يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو. شقه راه كتواجد في الطابق الاول، المساحه ديالها 63 متر. في الايطاج كل ايطاج راه كيتواجدوا فيه اربعه ديال الشقق. فينيسيوس ويون، موقع متميز والثمن ان شاء الله غادي يكون مناسب. كتكون هذه الشقه هذه من صالون وجوج ديال الغرف وحمام ومطبخ بطبيعه الحال. نتمنى ان هذا المنتوج هذا ينال اعجابكم والرضا ديالكم. هذا هو المطبخ اعزائي المشاهدين، مساحه كيف ما قلت لكم راه 63 متر. الثمن غيكون ثمن مناسب، اللي بغى يضيف شي اضافه ديك الساعه ملي غيبغى ياخذ الشقه ديالو، ديك الساعه فلكم واسع النظر. هذه الغرفة النوم الأولى كيف ما كتشاهدوا معنا. بالنسبة للموزيك راه الحمد لله ولا مقدور عليه، بإمكان الإنسان أنه يمكن لك أنك يعني تموضي فيه تبدلو، كدير له غير باركين ما شاء الله كيولي بان زوين بحال هاد الغرفة هذه كيف ما كتشوفوا معايا. البلافون مزيانين، الحيوط مصبوغين مزيانين، ما عندناش الغمال، ما عندناش حتى حاجة، كلشي متوفر، كلشي زويون. عندنا لي سيكوريتي 24 ساعة على 24، وعندنا الاطلاله ديال على الوسط ديال الاقامه. بالنسبه للفري ديال السانديك راهم 100 درهم، فيها طبيعه الحال الحراسه ديال لي سيكوريتي، وفيها لي فوند ميناج، يعني كلشي متوفر كلشي زوين. شقه اعزائنا المشاهدين والمشاهدات كتواجد في حي الوفاق، اقامه النسيم واحد قرب اقامه ما شاء الله. بالنسبه للموقع ديالها راه قريب لجميع المرافق اللي يمكن الانسان يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو، وكذلك الموقع ديالها قريب بزاف للبحر. بالنسبه للاقامه بزاف الناس كيحبوا انهم ياخذوا في الاقامات اللي تكونوا محروسين، وخصوصا الجاليه المغربيه اللي كتكون مقيمه بالخارج، اللي ما كيكونوش مستقرين بزاف في الشقق وكيكونوا حاطين الاثاث ديالهم. هذا الحمد لله كتكون الاقامه كتكون محروسه اكثر من يعني من العماره ولا الدار. بالنسبه لهذه الشقه اعزائنا المشاهدين، الثمن ديالها راه 53 مليون، قابله للتفاوض. الموقع ديالها راه موقع استراتيجي، اللي بغى يضيف شي اضافه ديك الساعه في الشقه راه بامكانه يضيف، لان الثمن راه ثمن مناسب. واخا غنضيفوا شي اضافه في الاصلاح وهذا، راه الثمن غيبقى ثمن اللي مناسب بحكم الموقع ديال هاد الشقه هذه. الشقه كما قلت لكم راه كتواجد في الطابق الاول، مساحه 63 متر. بالنسبه للسطح راه ملكيه مشتركه كيف ما قلت لكم. الفري ديال السانديك راه 100 درهم، فيها الاضاءه ديال الدروج، فيها لي سيكوريتي، فيها بطبيعه الحال النظافه ديال الدروج. نتمنى من الله سبحانه وتعالى اعزائنا المشاهدين والمشاهدات ان هذا المنتوج هذا ينال اعجابكم والرضا ديالكم. اللي يحب يشوف هذا المنتوج ما عليه الا يتواصل معنا عبر ارقام
الهاتف المبينه في الشاشه، وكذلك اللي بغى يبيع المنتوج ديالو نكونوا سعداء اننا نتعاونوا معه ونبيعوا عليه ان شاء الله المنتوج ديالو في اقرب وقت ان شاء الله. حفظكم الله اعزائنا المشاهدين والمشاهدات، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان دائما نكونوا عند حسن الظن ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.